السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمر شلتوت، وفي فيديو النهارده لاول مره هنقلد اهداف فيفا 2021، وهيكون معانا عالمي احمد صبحي. اول مره هنشوف المهارات دلوقتي. احنا سيفت كام فيديو امبارح كده، ولسه هنشوف المهارات عامله ازاي. هي اعتقد المهارات بتبقى صعبه ومهارات خارجه عن الواقع، اصلا ملهاش علاقه بالواقع خالص. يلا نشوف اول مهاره. جاهز؟ جاهز ان شاء الله. الكره قدامه، وقف باليمين، لف رفع بالشمال، شاط و نجرب. نجرب، يلا نجرب. ونشوف المهارة الثانية. والمهارة الثانية اللي كان نصوحي هو اللي عاملها، كان بيلعب فيفا وهو عمل الحركة دي. شوف نصوحي، هيدر 99، 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 هيدر 99. جاهز؟ يلا. 99، هيدر 99، هيدر 99، هيدر 99، هيدر 99، هيدر 99، هيدر 99. وبكده نكون قدرنا نعمل هيد ونشوف الهدف الثالث لمين. يلا بينا. لعب في نص الملعب، رفع الكوره، استلامه، شوطه في الهواء، تاني استلام في الهواء، شط في جامد. صعب صعب. يلا يلا نجرب. لا كانت صعبه صعبه، جربها انت وانت هتحس ان هي صعبه فعلا. نخش على الهدف الرابع. بيجري بيجري، رفع بايسكل كيك. انا بقالي كتير ما عملتش بايسكل كيك. جامد. صعب. بس يلا. ظهري وايدي ورجلي. لا 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 على فكره يا جماعه اتعورنا. لا العظيم. خش نشوف المهار الهدف والمر الهدف الخامس. مين الهدف الخامس؟ بيرفع من الكورنر بالكعب. ايه يا عم ده؟ ده بتاع الزلط ابراهيموفيتش دي، صح؟ اه بس عايز 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 الله اكبر. نشوف. يلا الحمد لله اتعملت. هي كانت سهله، انا كنت شايفها في الاول صعبه، بس فعلا المهاره يعني كانت سهله كويسه. عملها احسن من ابراهيموفيتش، مش لازم تكون طويل يعني. بيرفع رفع رفع بالكعب. دي محتاجه ايه ده؟ ايه يا استاذ؟ وبكده نكون قدرنا نقلد المهارات كلها. الحمد لله كانت مهارة كانت صعبة، بس قدرنا الحمد لله نعملها. لو عايزيننا نقلد مهارات، مش اهداف بقى، مهارات فيفا 2021، عرفونا تحت في التعليقات. شكرا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير على السوشيال ميديا، فيس واتس انستجرام، وتقدر تتفرج على الفيديوهات السابقة من هنا او من هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم عمر شلتوت، واشوفك فيديو جديد كل يوم سبت وثلاث الساعة 8 مساء بتوقيت مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.